كاللؤلؤ والمرجان حديثه براق رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. كاللؤلؤ والمرجان حديثه براق رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. علمنا الأدب للخير وجهنا وحديثه حكم ونصح للقلب دواء. كاللؤلؤ والمرجان حديثه براق رسولنا الذي أتى ليتم مكارم الأخلاق. بالصدق أوصانا وبحفظ الأمانة والعمل عبادة لله وبالله رجاء. كاللؤلؤ والمرجان أشعر ببعض التعب، أرجو أن تهدأ قليلاً. حاضر يا أمي. ها؟ أها، انظر، وجدت السيارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتاحي أرجوك يا أمي. الله عنكما يا أحبائي.